وللحديث أكثر عن دور الميليشيات في تهريب الأدوية والسيطرة على سوقها في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك دكتور هلال. بداية، محكمة أمريكية تنظر بدعوى ضد شركات أسترازينيكا وفايزر وغيرهما بتهمة أن عقودهما مع وزارة الصحة في العراق ساعدت في تمويل ميليشيا جيش المهدي. السؤال هنا، هل كانت هذه الشركات تعلم أن جزءا من عقودها في وزارة الصحة يذهب لتمويل الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. أهلا حقيقة الوضع اللي تفضلتم به أنه تهريب الأدوية والشركات الأجنبية المتورطة في التعامل مع الميليشيات في العراق هو حقيقة شيء فيه كثير من الصحة، ولكن كل دولة من دول العالم هذه الشركات تتعامل مع وزارة، لكن أما تكون نظام الدولة داخل هذه الدولة هو نظام متهرب مبني على المحاصصة، وأن المسيطرين على هذه الوزارة هم الحزب الفلاني أو الميليشيات الفلانية. فأنا وزارة الصحة منذ الاحتلال سلمت للجيش المهدي وبعلم الأمريكان، ويعرفون الأمريكان كيف كانت وزارة الصحة بالتحديد هي كانت يعدم فيها كل الناس الذين لا ينتمون إلى هذا الفئة، وخاصة المناوئين لعملية الاحتلال أو الذين هم في على الضد من تغول الميليشيات في المسلحة في الوزارة، وكلنا نعلم كيف تم اغتيال الكثير من العناصر في الوزارة. شيء ثاني، ما يجري في العراق بالوقت الحاضر أنه كل المخافر الحدودية هي تحت سيطرة لا دولة، سيطرة الميليشيات، وكل شيء يهرب ويدخل على كل حزب لديه منافذ محددة، وهناك معارك حتى في البصرة وفي زرباطي وفي إشخابور وغيرها على السيطرة على هذه المنافذ الحدودية لكي يتم تمويل الإرهاب المقدس والميليشيات من هذه المداخل الحدودية والمداخل دكتور هلال. دكتور هلال، كما أشرت إلى تمويل هذه الميليشيات، يعني إذا كانت هذه الشركات تعلم أن جزءا من عقودها مع وزارة الصحة يذهب لتمويل الميليشيات الإرهابية كما تفضلت بذكره في إجابتك على السؤال الماضي، السؤال هنا، لماذا لم توقف هذه الشركات التعامل مع وزارة الصحة التي يسيطر عليها ميليشيا جيش المهدي؟ نحن نعلم أن الشركات العالمية تبحث عن الربح ولا تبحث عن الأخلاق أو الأمور الإنسانية، وهذا واضح جدا. أما قضية استغلال الحاجة للعراق أو أي دولة أخرى، أنا أتكلم عن العراق تحديدا، عن مطعوم الكورونا الفايزر أو أي شركة أخرى، هي تتعامل حقيقة مع عقود الوزارة، يعني لا تتعامل مع الميليشيات خلينا نقول بشكل واضح، مع علمها بأنه الفساد ينخر هذه الدولة. نحن لا ندافع عن هذه الشركات، ولكن هذه هي العقود مع كل العالم. شركة تتعامل مع الدولة مع وزارة الصحة تحديدا في أي دولة من دول العالم، وهذه الوزارة هي التي تقوم بإدارة الموارد، يجب أن تدير الموارد لمواطنيها حسب الحاجة وحسب الضرورة. أما إذا كانت الوزارات فاسدة وهذا حال العراق، إحنا الحقيقة الأدوية هي يمكن الحلقة اللي هي تناغي حاجة الناس والإنسان محتاجها، فبالتالي استغلت استغلال بشع جدا في الأسعار وفي تهريب الأدوية وفي العقود وفي الكوميشنات، لأن هذا واضح جدا وهذا لا ينكره أحد. دكتور هلال، عندما تتم عمليات تهريب كبيرة من خلال منفذ فيشخابور الذي تسيطر عليه الميليشيات، فإن الحديث عن تصميم الميليشيات على السيطرة على المنافذ مع تراخي الحكومة، هذا التراخي يطرح سؤالا عن مدى علم الحكومة في بغداد بعمليات التهريب التي تشرف عليها الميليشيات. هذا الأمر يتم بمعرفة الحكومة وبرضا الحكومة، لأن الحكومة هي أصلا من ألفها؟ ألفها الميليشيات.
يعني هذه الميليشيات هي التي أتت بهذا الوزير أو أتت بهذا رئيس الوزراء، وكل هذه اللعبة الانتخابية التي نسمع عنها هي نتاج للفساد الإداري للاحتلال الذي خطط له. وهو المنافذ الحدودية مع إيران كلها تحت سيطرة الميليشيات، وكل شيء يدخل ضمن المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية على هذه المنافذ، وهناك تقسيم عملي على هذه. أيهما أخطر على تهريب الأدوية أم تهريب المخدرات؟ أصبحت تجارة رائجة ولها مفتين يفتون بجوازها، وهناك حقيقة جيش كامل يدافع عن تجار المخدرات وغيره. هذا هو هذا واقع الحال، ويتأخذ هذه كغطاء لمحاربة المناوئين للعملية السياسية أو لتنفيذ جرائم مثل ما حصل في بابل وفي غيرها تحت محاربة الإرهاب ومحاربة المخدرات. ولكن من الذي يدخل المخدرات؟ ومن الأحزاب نفسهم والميليشيات وقادة الأحزاب والميليشيات هم شركاء أساسيين، بل هم الذين يحمون هذه المؤسسة. دكتور هلال، في الوقت الذي يتواصل فيه التهريب عبر المنافذ الحدودية مع إيران بهذا الشكل، السؤال هنا كيف سيكون الحال بعد تدشين مشروع الربط السككي مع طهران؟ والله يا أخي، هذا المشروع هو بحد ذاته هو تنمية التجارة الفاسدة مع إيران. نحن إيران تضمر العداء للمنطقة بشكل عام وللعراق بشكل خاص. نحن مع إيران منذ 6000 سنة لم يصطلح حالنا، لأنهم كلما وجدوا فرصة مناسبة ضعف العراق باحتلال أو باختلال، نجد إيران هي اللي تعبث في العراق. فهذه المشروع ربط السكك هو أحد المشاريع التي تريد إيران تنفيذ مشروعها عن طريق وكلائها في العراق وفي الشرق الأوسط، لتربط ما يسمى الهلال الإيراني، لا نسميه الهلال الشيعي، لأنه هذا الموضوع حقيقة مشروع فارسي صرف، وكل من ينطوي تحت هذا المسمى مهما كانت اسمه وفئته هو يعرف جيدا أنه ينفذ المشروع الإيراني. فإحنا الحال الآن على منافذ حدودية بالسيارات، وهذا الكم الهائل من المخدرات يدخل للعراق ويصدر من العراق، أصبح مركزا لتصدير المخدرات إلى العالم، فما بالك إذا أصبحت السكك الحالية. شكرا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.